لعدم استباق التحقيق. يتقاطع موقف التيار الوطني الحر الرافض للعنف والاغتيال السياسي، ويتكامل مع دعوة حزب الله إلى مكافحة الجرائم المتنقلة في لبنان وما يرافقها من استغلال سياسي على حساب الاستقرار الداخلي. ومن مبدأ الحرص على مسار العدالة جاء تحذير المجلس السياسي للتيار من أي استغلال لأي جريمة بالقفز فوق التحقيقات المطلوبة وإصدار الاتهامات السياسية المسبقة التي علمتنا التجارب السابقة أنها تخدم مصالح الخارج السياسية وتحرض على الفتنة دون أن تصل إلى الحقيقة المطلوبة. غريب أمر بعض اللبنانيين القافزين فوق التحقيقات والمستعجلين على توجيه الاتهامات يميناً ويساراً إلى جماعات وقوى أثبتت عشقها المتمادي لثقافة الحوار والانفتاح والتواضع والممارسات الديمقراطية وتقبل الآخر. كيف يسخف هذا البعض الجهود الجبارة والتحقيقات التي أوصلت إلى لا شيء بكل الملفات المتصلة بشهداء 14 أذار؟ كيف يتجاهل هؤلاء دعم حزب الله المطلق للتحقيق اللبناني قبل الدولي في جريمة 14 شباط إلى درجة إخفاء كل متهميه القديسين وإلغاء النقيب وسام عيد؟ ولا بد من الإشارة إلى أن ذوي الرئيس رينيم عوض لم يقفز فوق التحقيقات، لا بل ينتظرون الحقيقة منذ 31 سنة، فكم سنة يجب أن ينتظروا لإضافة ورقة على الملف الفارغ؟ توجيه الاتهامات السياسية المسبقة لحزب الله عالطالع والنازل استغلال رخيص، خصوصا أن الحزب عمل المستحيل وجند كل طاقاته للعثور على خيوط توصل إلى المجرمين، كما لكشف ملابسات اختفاء جوزيف صادر في منطقة خاضعة لنفوذه إلى درجة أنه سبق القوى الأمنية وسحب كل تسجيلات كاميرات المراقبة لتحليلها ومساعدة اللواء أشرف ريفي مدير عام قوى الأمن الداخلي في كشف الحقيقة. كما أن الحزب أظهر كل تعاون في قضية محاولة اغتيال بطرس حرب، وظل يبحث لسنوات عن محمود الحايك الصادر بحقه قرار ظني ليفاجئ بمقتله في سوريا في العام 2014. من المعيب على أولياء الدم إطلاق التهم جزافا، فإلى ما يوفره الذباب الإلكتروني من مادة قيمة تنير التحقيق وتبعده عن التسييس، فكل المعطيات وكل الدلائل وكل التحليلات الجريمة ودوافعها تشي أن حزب الله أبعد ما يكون عن مثل الفعل الإجرامي، وأن تهديداته السابقة لسليم ودعوته للوقوف على إجر ونص بانتظار الأسوأ ما هي سوى ضروب رذالة من بعض الصبية. إن انتظار التحقيق في قضية الدم الطازج هو أفضل ما يمكن أن نفعله كلبنانيين لنبدو كالبلهاء الحقيقيين.